كيفاش نصنعوهم بالطريقة الزمنية هذية. على هذيك فرحانة برشا اللي باش تكون معايا عبر الهاتف الشيف لي منقولو لها ألو عسلامة. وي عسلامة مرحبا عسلامة. شيف ريم ساعة قبل كل شيء احنا تو في تنبك الفصول ونعرفوك انت تبارك الله عادة حرة من حرايرنا وتبارك الله شيفة باش تعطينا ديزاستوس باش نخلينا نبداو ساعة قبل كل شيء بالمعجون الرمان. هو تو احنا في تنبك الرمان حتى الرمان تحسه هكا حمار وطاب وناضج وما شاء الله يشاهد دونك ما فهميش علاش ما نعملوش معجون الرمان. لهنا ناخذوا يا باش نعطيكم بالميزان ولا بالكيلا. ناخذوا معناها كي نقولوا كيلو رمان انفصص نحسبوه معناها بعد ما نفصوا الرمان نوزنوه كيلو رمان والا ناخذوا بالصحفه معناها كي ما عندناش ميزان صحفه رمان نحطوا عليها شطر الكميه نتاع الرمان سكر والا كيلو رمان عليه نص كيلو سكر. وماذا بينا لهنا المعجون معناها نعملوه قبل بنهار معناها لافي معناها ناخذوا فصو الرمان ونحطوا عليه السكر ونعصر قارص ونبيتوه ليلة كاملة سواء معناها في حاجة تتسكر في الجوفير بختها وإلا في الطندرش نطيبوا فيها ديجا ونغطيوها بالسلوفان ويبات ليلة كاملة ولا نخليوه أموا ساعتين يرتاح باش يخرج أك الجو نتاعو بعد نحطوه على الكاز يطيب لين يعقد حكاية ساعة كيكا ساعة غير ربع معناها نتبعوه ويبدا يخرج فك الكشكوشة في كل مرة نحيو هذيك الكشكوشة اللي تطلع من فوق ولين يطيب لين يولي كل عسل معناها عاقد وخاطر لهنا المعجون ينخليوه هكيكا بالقلوب نتاعو خاطر القلوب نتاع الرومان فيهم منفعة وإلا بكر حال عربي نتاع بكري هذيك نعديوه معناها يقعدوا القلوب الفوق ويهبط لنا كالعصارة نتاع المعجون. نكونوا احنا محضرين الحكوك نتاعنا معقمينهم التعقيم معناها مش نحكي معناها عليه من اللون معناها مهم جدا باش المعجون يصبر لنا وما يبزلناش وما حتى يقعد لنا لبرا ما يصير له حتى شيء يكون معناها الحكوك معقم ويتصبر بطريقه صحيه ويقعد عام كامل معناها نستعملوا فيه. شيخ فيلم مش نزيدوا ساعات الرمان نشدوه الجلجلين اي استنيني هاني جاي استنيك قلت معناها سواء نصبوه في الحكوك هكاكا باش نحكي على الحكوك خاطر مهم جدا معناها الحكوك يكونوا معقمين نحطوا الحكوك البلار نتاعنا يغلي معناها وقت اللي الماء يبدا يغلي نحسبوا خمسه دقائق ونطفيو عليهم ونهزوهم هكا بانس وكل شيء البرا نخرجوهم على منديله نظيفه ونخليهم يشيحوا واحد صبوا المعجون سخون نسكروا الحكوك ونقلبوه نقلبوا الحك على معناها على الخطا هذه تصيرها عملية التعقيم والتصبير متاع المعجون وإلا في معجون الرمان نحبوا هكا نزيد ونشخشخوه وبنة على بنة وحتى فيه برشا منافع حتى للصغيرات وللكبار عرفتك اللي تكي تهز مغرفة تكمل الحكا الكل نزيدوا شوية جلجل شوية هكا زوزة مهروشة بالسكينة وشوية لوز أحمد يزيد يكون معرش بيان سور لهنيك باش نزيدوه الفاكية من المستحسن المعجون يكون بارد باش كي نرميو فيه الفاكية تقعد تتقرمش ما تنزبيلش فهمت هذا هو المعجون الرمان. مدام ريم انا توا كي تحكي على معجون الرمان تسمع فينا ما هو؟ نسمع فيكم. كي تحكي على معجون الرمان بسم الله ما شاء الله شهيتنا خاصة انا من المغرومين بالرمان نحبه على الاخر سواء كعبه كيكه والا المعجون نتاعو حاجه بالرسمي ديليسيوز على الاخر، اما ولينا نشوفوا في حاجه اخرى ابار الرمان ولينا نشوفوا في معجون الدقله خاصة كي يحطوه على العصيده البيضه من فوق لورلا تولي بن على بن، كان تحكي لنا عليه مدام ريم. هو التمر راهو منفعة وزيد هو لهني سكر معناها ما يستحقش التمر نزيدوه السكر جملة اي خاطر هو ديجا حلو الحلاوة نتاعو طبيعية معناها في برشا استعمالات التمر معناها نجمو نعملو الرب نتاع التمر ونستعملوه في القهاوي نتاعنا في لي جاتو في لي سالاد نزيدوه في البينيغريت في برشا حاجات الرب هذا وعندك معجون الرمان نجمو نعملو بيه دي تختين صباح والكل ومعناها طبيعي 100% تعطي فينا في الاستعمالات شايف انت توا؟
هكا وين تحب تحطه حطه. فهمتك شيف ريم اللي هي خاطر حاجه بيولوجيه وصحيه نتصوري ذولي بديل السكري ولا هكا راهو تتمر معناها على مستحسن معناها واحد ياكل حتى هكا كعبر في تكعبات كل يوم معناها ندخلوه في الاستعمالات ندخلوه كمحلي زاده طبيعي بديل السكر الابيض معناها اللي عندك الرب معجون التمر معجون التمر باش نجيك للكوليم طلع في ده معناها معجون التمر على الاخر معناها اسهل منه ما فماش كيفاش تراه شايف صحفه تمر مفصله من غير قلوب وزيدها شويه ماء وعصره قارص خفيفه وتحطوا يطيب لين يذوب يهبى معناها كومبليتمون تعملوا ضربه ميكسر تصبوا في حكه هذيك المعجون نجموا تستعملوه في دي تخطين ولا معناها كمعجون وعندك الرب هذيك فيه هكا كومبليكي شويه لازم شويه وصعبين معناها كنت حابه نقول لك عليه وبالنسبه للكوليم تاع العصيده الكابون معروفين بها على الاخر يعملوا العصيده تاع العمره والحج صحيتك من قبل ما تاكل من قبل ما تاكل معناها احنا عندنا العصيده البيضاء سواء نصبوا عليها هكا شويه عسل وزيت زيتونه وشويه زبده كل جهه شنو يحطوا في الكابون يعملوا العصيدة العربية بسميديا بالفانيلا البيضة هي شايفة يجيوا يعملوا في عود السكر والزيت يحطوا الكوليم تاع التمر ياخذوا التمر العليق معروف زي التمر العليق في برشا منافع ياخذوا يقليوه في شوية معناها بعد ما يغسلوه ويفصوه وكل شيء يقليوه في شوية زيت زيتونة ويخليوه معناها لين يذوب فك الزيت زيتونة معناها يولي يتعلق يزيدوه شوية ماء ويخليوه لين يذوب ويرحيوه صبوا في حكة معناها قلت لي حاشي طم يطيبوا العصيدة ويصبوا هكا عليها شوية التمر هذيك بنينة بنينة من قبل ما تاكل واضح واضح ما نتمنى وزيد الشفاء للناس كليك كي ياكلوا الحاجه خاطر نتصور كي تبدا حاجه صحيه وبيولوجيه نتصور زاد فيها افاده هكا ولا يا شيف اي صحيه وديما كي نعملوا حاجه الدار معناها وحدنا معناها تعوض حاجات اخرى كالحاضره باللي تكون هي كالوريك وفيها سكر مي هكا اقل اضرار ديما حاجه جايه من حاجه طبيعيه الحلاوه كي نشتيو حاجه حلوه كي نعملوها من سكر طبيعي مثلا تمر ولا حاجه اقل فيها منفعه واقل معناها ضرر معناها في السكر مواد مصنعه زيد نقصوا في السكر لو ماكسيموم اي مواد كل مصنع كي يزيدوهم زيادة ساعات هذاك باهي شيف احنا نعرف اذا فما معجون السفرج الصحيح اللي هو في الوقت نتاعو اوترومون ما مازال كعبيت هكا في السيزون نتاعو ما نساش كي نرجعوا عليه زاد نشوفوا كيفاش يتعمل معجون السفرج تي مازال موجود السفرج ينقولوا يقعد من هنا لاخر الشهر حتى دي ديسمبر موجود السفرج اللي ياخذوا من الاحسن هكا السفرج لك الاصفر هذاك العربي نتاعنا هناك الكعبات الصغرونات خاطر راهو مهم جدا كيفاش نعملوا معجون ناخذوا دي فرويد دو كاليتي يزيدوا في البنه وما نستهلكوناش حتى برشا سكر ناخذوا كعبه السفرج نغسلوهم مليح مليح معناها حتى فيهم الشعر البرة القشر هذيك ونشيحوهم وهو يكاسح شويه نوسعوا بيننا في القصان نقصوا معناها قصان عشوائي ما يقلقش لهنا على كيلا كيلا سفرجل نحطه نص لتر ماء ونحطه يغلي هو يطرى معناها حكاية ساعة هكيكة ساعة ساعة ربع نبدأ نتبعه فيه ونحركه وهو يهبك السفرجل يطرى مليح مليح ولهنا نزيد السكر أنا هما ديما على الكيلو اشطر سكر اما انا لهنا نقص نحط حتى 400 300 نسرق انت والحلاوه اللي تحب عليه والسكر شنو هو لهنا يعطيك كولور مزيان للمعجون وتكستور باهيه وزيدي هو يصبر لك المعجون باش يقعد لك مده طويله بعد ما يطيب معناها ترحيه بالميكسر برا وتصبه في الحكاك لهنا انا نحبه بالكانيل نرمي هكا عود قرفه مع في معجون السفرج نحبوا هكا نحب القرفه مع المعجون السفرج واللي يحبش القرفه ما يحطش نشموا في ريحه العاده معقمين نصبوا كيكه كالعاده بس معناها المعجون سخون يكونوا الحكوك معقمين يصبر لكم عام كامل بيان سير كي نحلوا الحكه نحطوها في الفريجيدير هذا هو جست باش نسال حاجه شيف ريم اسكو لازمنا نحطوا عليها كونتيتي صغيره نتاع زيت في الدبوزه من فوق ولا مش لازم؟ هو راهو ما يستحقش وقتاش هو وقت اللي احنا نحلوا الحكم مثلا ونخاف
في الفريجيدير باش ما تفسدش نحطو شويه زيت هكا زيت زيتونه. ديجا هو زيت المعجون السفرجل كي تحطه مع زيت زيتونه تاكلو يسربني، انا نحبه في زيت زيتونه. انا بدي ناكل جوز الزيتونه، نحط المعجون السفرجه في زيت الزيتونه وناكله بني. ايه تربينا عليه هكاك. شنو انا دخلتوا عليه زيت الزيتونه صح، احنا الشيف قبل كل شيء. ليلي هاو السنين صعبه ما شاء الله وخيرات ورخف ان شاء الله ربي ينزل البركه ان شاء الله. شيف خلينا الحاجه الاخرى اللي نحبوا نحكيوا فيها معاك اليوم، اللي احنا توا داخلين على موسم تاع قوارص برتقال وغيره، كيفاش نعملوا هاك المعجون بتاع البرتقال؟ خاطر انا واحده من الناس جاتني الفرصه مره واحده وكان بالرسمي اكتشاف بنين على الاخر. البرتقال، البرتقال، معجون البرتقال. انا عنا زيتون اختي، نستنس بالزيتون مش بالبرتقال. البرتقال، البرتقال، البرتقال شافري. معجون البرتقال. البرتقال. معجون البرتقال يصرف صراحة بنين وتوا السيزون وما شاء الله بلادنا معناها خير في معناها خيرات ربي، معناها واحد يستغل علاش ليه. وتستعملوه حتى في اللي طاخت في اللي جاتو، انا نحس كنزيد مغرفة منه ديد خاصة خبز البرقدي، ولا تحط بعد ما تعمل خبز البرقدي نزينها بالمعجون هذيك يزيدها بنا على بنا معني قوي الجو. لهنا تاخو مثلا على كيلو ونص برقدين، تغسلو مليح مليح، وماذا بينا البرقدين المالتي معني القارص مش البرقدين الحلو. نحيو الزيست، نبشروه معناها نحيو كزيت، نحطوه دو كوتي وناخذو كعبات البرقدين نقشروه، نحيو كالقشره البيزه زيكا خاطر هذيك اللي تسبب المراره. من بعد نحيو له القلوب ونقصوه تروف تروف، على كيلو نص نحط 400 غرام من السكر، نزيدو عصره نتاع كعبه قارص كامله ونخليه يرتاح كل هذا يتبيتو قبل بليله. على قليل ساعتين تركتحو معناها، بعد تحطو يتيب على نار هادية من الميل حتى خاطر يسايب الجو نتاعو، يتيب فك الجو اللي يسايبو مع السكر هكا هاو، تقعد تحرك فيه باش ما يلصقش. ديما نظرين المعجون طيبو في طنجرة بيها ما تلصقش، لين يهبى حكايتك هكا ساعة هكاكا يهبك المعجون، وتاخذ الميكسور برا نتاعك تعملو ضربات. نحب يقعد حتى كالقش هكا نتاع معجون يبدا شيء مرحي وشيء يقعد كيما هو يهز بعضه، مش تنحيوه كومبليتمون، اللي يحبو مرحي كومبليتمون، ولا اللي زاد اللي يحب يخليها كيكا يقعد من غير راحية. ناخذوا كزيفت هذاك اللي نحيناه من اللون ونخليوه في شويه ماء باش ينقص المراره، ونسقطروه من الماء ونزيدوه للمعجون نتاعنا. يعطيك الصحة شايف، والله اليوم شايف عملت بينا دورة على الطرق اللي هي ما تشبه لبعضها، ماشي بعيدة على بعضها برشا، كيفاش نعملوا الرمان، كيفاش نعملوا المعجون بتاع الدقلة، كيفاش نعملوا السفرجل والبرتقاني. والله يعطيك الصحة، نخليوا لك كلمة الختام شايف خصوص الموضوع ذا. والله انا شنو نحب نقول، راهي حاجة الدار ما يجي كيفها شيء، وزاد نعملوا جو في ديارنا هكا وفي كل سيزون حتى بكعبتين رمان، راه مش لازم كونتيتي كبيره باش تجاهم علينا معناها والكل، ونعملوا هكا حكيكات محليه كيما قبل كي نحلوا الفريجيدير امهاتنا تلقى كل شيء، معجون الرمان، معجون السفرجل، كل شيء، وناكلوا حاجه في الصباح صحيه شويه زيت زيتونه. حتى احنا هو المعجون هو من الاحسن ان ناكلوا الغله كيما هي ما نزيدوهاش السكر، لكن نشتهيوا حاجه حلوه معجون هكا على القليله نعملوه في الدار انظف وانفع وابا. شكرا لك الصحة شايف، وان شاء الله تكون في المناسبات القادمة حاضرة معنا في البلاتو هكا، ولما ليه هكا نحسوا بالأجواء كأنه احنا معاك في الكوجينة وانت تحضرنا في حاجة من الحاجات هذوما متاع الزمنية والبيولوجية أهم حاجة. يعيشك لله، مرحبا بيك، شكرا، يعيشك بسلامة. نوسة انت احنا من بكره جعاني، وزيد سمعنا هل لي ميثود اللي مزيانه الفاريي نتاع انه كيفاش نحضروا المعجون نتاع السفرجل، المعجون نتاع البرتقال وغيره، هما معروفين ما علاش مين اوترمون. احنا نحبوا ديما نرجعوا للحاجات هذوما نتاع طريقه التحضير اللي ممكن تغيب. احنا مازلنا هكا لي جون هكا خلينا نقولوا اذا بينا، خاطرنا مستنسنا بماتنا الحقيقه نتاع ربي ولا جداتنا يعملوا الحاجات هذيا، اذا بينا زاد نتعلموا ونتوارثوا. انا نبدا بروحي لازمتني نستنس الحق وما ربي يفضلهم، ديما نقاول الحاجه حاضره محلي زيد الحاجه كي نقعدوا ديما تورثيها، خاصه اللي هي حاجه بنينه
بيولوجيه وصحيه ومنش حاسه. فما حاجه اخرى اي فما حاجه اخرى فما حاجه اخرى ذكرتني فيها الشيف توا محليها كي كنا بكري نحلوا الفريجيدير ونلقاو هاك اللي ملتي كولور نلقاو امهاتنا ربي يفضلهم ان شاء الله ربي يشد لهم في صحه بدنهم والامهات الكل انه يبداو محضرين كل شيء في الدار تحل الفريجيدير تلقى معجون اي تجبد وتاكل وحاجه صحيه وبنينه ونظيفه ربي ان شاء الله هذيك خيرتنا هذيك خيرتنا والله. فما بيت المونة بيت المونة فما اللي تلقى فيها الماكله نتاع تقريب تخزين نتاع عام كامل نحاولوا نرجعوا معها ان شاء الله على كل الاكلات التقليديه نتاعنا ممكن نسيناها ممكن شنفضوا عليها احنا الغبار فهمتني ما يجيبولهاش بال خاطر ياسر ناكلوا ايمان فاست فود ولا ياسر ناكلوا الاكله السريعه نستسلموا ساعات الحاجات والحاجات اللي غير صحيه اللي هي الحق ضرت بينا على الاخر. احنا اليوم ناس هكا كانت الفقره تعرفش نتاعنا جوست حبينا كحلين شاهيه للمواضيع في نفس الاطار حلين شاهيه للمواضيع اللي باش نطرقوا لها الاسبوع القادم واللي بعده ان شاء الله لما لا باش نحكيوا على حاجه ايناس مهمه جدا اللي صارت دارنيير مول وريت مراقبه الاسعار في كل بلاصه نشوفوا مراقبه الاسعار مراقبه الاسعار بصراحة أنا أمونا في ظهرة مزينة على الأخر أنه خلينا على الأقل نشوفوا الأسوام كيفاش بالضبط خاطر ولينا نشوفوا سمحني كمل معلومتي ولينا نشوفوا في أسعار مشطة جدا خاصة في ما نسميش أما ولينا نشوفوا في الخضرة الخضرة مثلا الخضرة والبطاطا كما أشرت راهي أسوام بالرسم مشطة العبد ما عادش خالط أنه باش يقضي القفة متاعه كما كان قبل هذا بالنسبة لمراقبة الأسعار هي هما قاعدين يراقبوا قاعدين يعملوا في مجهود مي مالوغوزمون كي يجي مراقبه الاسعار تكون بلاك هما يبدلوا هنا تكون بلاك اخر انا بارح ديجا في المارشي نتاع السوق نتاع بني خليت الاسبوعيه كي درت نلقى على البطاطا ما فماش اسوان مع انه السيد المعتمد نتاع بني خليت السيد رضا العايش قام وزاد بجوله مع مراقبي الاسعار غاديك وعاينوا وفما برشا مخالفات لكن مالوغوزمون شويه اش معناتها شويه خاطرني قلت لك هو غادي يحط نوع هو يمشي معناها تحكي انت هنا مراقبه الاسعار التطبيق اعطيني في التطبيق شنو لازم يصير لكن اون كونت بارتي خلينا نكونوا زاد محايدين في الموضوع كي تجي تشوف هذوما يقول لك انا شريتها بسوم كذا كيفاش تحبني نبيعها بالسوم هذا شنو المشكل بالحق مش عارفين يقول لك انا زاد باش نخسر نبيع بالخساره صحيتك سي سا لو بروبليم يعني ان شاء الله نلقاو حل جذري للموضوع هذا في نفس النطاق في خلينا في الوطن القبلي ايمان مشكل الحشره القرمزيه في بوعرقوب بالحق قاعده تهبط في السبت خلينا نقولوا احنا اللمسي وتين الشوكي نتاعهم اللي نعرفوا بوعرقوب تعتبر منطقه مهمه وكبيره نتاع الانتاج نتاع التين الشوكي بالحق الشيء بدا باش يسرح وانت تعرف برشا ناس يسقطوا منها وهذه مشكلتها الحشره القرمزيه اذا كان انتشرت ما عادش بالحق يا تحتويها يا سينو راهي تولي تقصير على الصابه اوتوماتيكومون ولذلك بقدره ربي في الايامات في الحلقات القادمه نتاعنا نحاولوا نجيبوا خبراء ان شاء الله يا ربي يوفقنا ربي ونجيبوا خبراء ونحاولوا نلقاو معاهم حلول للحشره القرمزية بتبيع هذا هو وفي نفس الإطار زيدا باش نحكيو إن شاء الله على زيت الزيتون احنا كنا حكينا عليه قبل وباش نعاودوا نحكيو عليه انه فما هكا إمكانية انه باش يزيد ينقص الصوم نتاعو شوية إن شاء الله يا ربي خلي العباد الكليكة توصل تشري زيت نتاعها السنة خليه ينقص لكن فما في بالي إيمان استراتيجية عملتها الدولة باش تقوي في نسبة التصدير هذا هو ميساج خليه ينقص علينا احنا أما ميساج باش نحبوا زاد الفلاحة يتضر احنا ديما نحكيو على حلقه تكون فيها كيما نقولوا السلسله الكل ربحين ان شاء الله ما نحبوش نضر حتى شخص وان ختامها لهنا ايمان باش نكمل مع الوشويشه اللي قاعده تضرب في البركان وقاعده عامله مضره كبيره على الاخر على صابه القوارص اللي السنه بالحق قاعده تعاني ديما تعاني العام سمعنا صابه القوارص امور ربي قد الخير انا تصدقني نحش لي انا صغيره وفي الفليحه ديما البرتقاني قاسي بالحق الفلاح هو اول الناس اللي تعبين فيها في صابه القوارص نحكي على الفلاح اللي راهو عايش من الصابه هذيك صحيح مش نحكي على التاجر والا غيره الفلاح مسكين ربي معاه ربي قد الخير 11:59 دقيقه امونة عندك ما تقول قبل ما نسالك نحب نشكر العباد الكل اللي سمعتنا والعباد الكل اللي تبعتنا والعباد الكل اللي ديما تساند فينا في بالكلمه الطيبه واللي تحاول ديما تكون تحب تكون معانا راهو ابوابنا في برنامجنا اجريكا
واتساب وكافة برامج كابا فيم محلولة لكم الناس الكل. مرحبا بكم ومرحبا بجميع تفاعلاتكم. وانا لهني نحب شكر زيد المخرجتنا الرائعة كما العادة نرمين نتعبها كل حلقة بتصورنا مين حاطينا مين يعطيها صحة وربي يبارك لها ان شاء الله. وزيد انتم نستنيوا زيد مساجاتكم وتعليقاتكم ومرحبا بكل انسان يحب يكون حاضر معنا في برنامج أجريكاب. ملتقانا الأسبوع القادم في نفس المكان ولكن ليس نفس الزمان. إلى